تلاميذنا الأعزاء مرحبا بكم في هذا الفضاء المخصص لمراجعة مادة الفلسفة هذا الدرس تقدمه الأستاذة سارة الخزري تحت إشراف متفقدة المادة سيدة هدى الكافي اخترنا اليوم أن نقدم الدرس أو المسألة الأخيرة من البرنامج مسألة الأخلاق الخير والسعادة منطلقنا في هذا العمل سيكون سؤالا يمكن اعتباره اختزالا للمسألة متى يكون الفعل أخلاقيا؟ هذا السؤال قلنا إنه سؤالا للمسألة إجمالا ونحن نتحدث عن الأخلاق بين حدي الخير والسعادة يمكننا هنا أن نتساءل عن مصادر الحكم على الفعل هل يرد ذلك إلى المجتمع؟ إلى اللاهوت؟ إلى العقل؟ ما يمكننا أن نلاحظه هو التعدد في مستوى الإجابة يجعلنا نقر من البداية بصعوبة إعطاء حكم أو إجابة واحدة عن هذا السؤال يمكن أن نتساءل كما تساءل كانت في نقد العقل العملي ما الذي يجب علي ان افعل؟ وهذا السؤال بامكاننا اعتباره تفصيلا للسؤال الاول. هذا السؤال يمكننا اخذه على معنيين. ما هي الوسائل الكفيله بتحقيق غايه ما؟ ثم هل تمثل الغايه المنشوده قيمه حقيقيه بالنسبه الي وبالنسبه للانسانيه جمعه ونحن هنا نشير طبعا الى معنى النسبي ومعنى المطلق دونك يوجد بين سؤالين تمييز بين واقع القيم وقيمتها واقع القيم ونعني بذلك الاخلاق كما توجد قيمتها ونعني الاخلاق كما يجب ان تكون او كما نتصور أنها يجب أن تكون فاستئناف التفكير في المسألة أو في ما, في هو إنساني يوجب أن نفتح بعد البعد القيمي والقيم هنا تعني القواعد السلوكية التي توجه الفعل صوب ما هو مطلوب لذاته كقيمة أي كمثل أعلى بقطع النظر عن المصلحة التي تربطنا به فهل من سبيل لأن نبني قيم مطلق ثابته لها من الكونيه ما يجعلها تجمع كل البشر ام ان تاريخيه القيم وارتباطها بالتنوع الثقافي ما يجعلها قيم نسبيه غير ثابته لا زمانا ولا مكانا القيم يمكن ان نعود بها الى مستويات متعدده وهي المستويات التي نجدها كذلك مبرمجه في برنامجكم للفلسفه وبعضها قد وقفنا عنده نحن نتحدث عن قيم اخلاقيه جماليه ثم سياسيه ثم اقتصاديه في القيم الاخلاقيه نعود الى الاخلاق بين حدي الخير والسعاده في مستوى القيم الجمالية نتحدث عن الفن بين حدي الحقيقة والجمال. في مستوى القيم السياسية نعود إلى الدولة بين حدي السيادة والمواطنة. أما فيما يخص ما هو اقتصادي فإننا نتحدث عن العمل بين حدي النجاعة والعدالة. تحيل عناوين هذه المسائل إلى جملة من العلاقات التي تنتهي بنا إلى محاولة تأويل المطلوب منها فهل أننا أمام خيارات متضاربة تلزمنا بتفضيل واحدة على الأخرى؟ أم أننا أمام علاقات ومسالك تؤدي كل واحدة منها إلى الأخرى ضرورة؟ أم أننا نعود إلى النظر إلى العلاقات من جهات مختلفة؟ نحن ندرك أن في الفكر الفلسفي لا يمكن وهنا سنعود إلى بعض الإشارات المنهجية المهمة. أولًا، لا يمكن أن نقف عند إجابة واحدة، نحن أمام إمكانيات متعددة للإجابة، نحن أمام إمكانات ولسنا أمام إجابات نهائية. ثم أن كل إجابة بطبيعتها هي إجابة نسبية. تعود إلى ما هو ممكن وليس ما هو نهائي كذلك. ثم أن ليس ثمة موقف نهائي ومطلق في الفلسفة، وهنا طبعا نعود الى ان الفلسفه لا تؤدي بنا الى مواقف مطلقه اذا انها ليست تفكيرا دغمائي او وثوقي انها ليست فكرا متعصبا ما نغنمه من نمط التعامل مع المفاهيم هو القدره اولا على وهذا بعد مفهومي على ما نسميه بالمفهمه وهي مهاره منهجيه نعني بها اساسا الوضوح والتواصل السليم، فعندما نرغب في ان نتواصل بطريقه سليمه مع شخص ما ينبغي ان نبين مقصودنا نحن من العبارات وهذا ما يدفعنا الى ضروره تحديد دلالات المفاهيم، ثم بعد اشكالي ونعني الأشكال وفي الأشكال نحاول أن نحول التحديدات المختلفة إلى مشكل، يعني جملة تلك التعريفات أو جملة تلك المواقف المختلفة يمكن أن تصاغ في شكل مشكل فلسفي نحن نحاول أن نفكر فيه معا دون إقصاء طرف على حساب الآخر، ثم في النهاية تلك الإشكالية ينبغي أن نجد لها بعدا برهانيا ونتحدث هنا عن الحجاج بما يتضمنه من ثنائية الدحض والتأسيس أو الدفاع عن موقف وتنسيب موقف آخر ببيان أو بدحضه إذا لاستيعاب هذه المفاهيم يمكن أن ندركها في هذه الأبعاد الثلاث نعود إلى عنوان المسألة الأخلاق الخير والسعادة أو حدي الخير والسعادة تعود أو في تحديدنا لدلالة الأخلاق أولا إنها تعود إلى جملة الأفعال الصادرة عن النفس محمودة كانت أم مذمومة هذا تعريف لي جميل صليبة وهي بحسب تحديد لالاند مجموع قواعد السلوك مأخوذة من حيث هي غير مشروطة غير مشروطة يعني باعتبارها قيما في ذاتها ليست مشروطة بامر ما الاخلاق اذن تستهدف السلوك الانساني كما يجب ان نكون او كما نتمثل انه على تلك الشاكله الخير نحن نقبله عاده باعتباره السلوك المغاير للشر مدلوله يختلف بحسب السياق الوارد ضمنه السعاده هي ما نتمثله مخالفا للشقاء وتعني الرضا التام بما يحصل للنفس من خير انها حاله خاصه بالانسان هذه المفاهيم المترابطه تسوقنا الى طرح جمله من الاشكاليات نسوغها كما يلي هنا سنطرح مجموع الاشكاليات التي نجد لها فيما بعد صدى في المساله ينشد الانسان قيما اخلاقيه اي قواعد سلوكيه توجهه نحو مثل عليا ممكنه فيحدد اهدافه الخصوصيه منها والقصوى واذا كان الخير والشر ثنائيه يتردد داخلها الانسان وهو يبحث عن سبل تحقيق السعاده فماذا نعني بالخير والشر هل من امكان لخير للجميع ولطرق كونيه تجعلنا نكون سعداء ام ان الخير والسعاده ومن ورائهما كل القيم مجال للنسبية. إذا كانت الذات لا تكف عن طلب السعادة بسعيها إلى ما تراه خيرا فكيف للمرء أن يكون سعيدا؟ هل من الممكن أن نجد قاعدة كونية تعلمنا كيف نكون سعداء؟ أم أن السعادة هي شأن نسبي شأنه شأن الأخلاق كذلك؟ إذا كانت الذات تراهن على خير اسمى ممكن وتسعى الى مقاومه الشرور بحثا عن سعاده، فهل من الممكن ان نجد مثل هذا الخير ونتمثله كقيمه عليا ملزمه للبشر جميعا فنكون سعداء بادراكه واشقياء بفقدانه، الا يمكن ان نكون اشقياء باخلاقنا كما يمكن ان نكون سعداء باخلاقنا. اذا كان تتبع الخير الاخلاقي كمثل اعلى يتوجه اليه الفعل الانساني يراهن على تحقيق سعاده ممكنه للانسان اي تنزيله منزله وجوديه ومعرفيه تقيه من الشقاء فهل تضمن لنا الاخلاق هذا الرهان ضروره هل ينبغي ان ننتظر من القيم الاخلاقيه ان تكون تعبيرا مطلقا يجنبنا الشقاء ويحقق لنا السعاده اي افق فلسفي يمكن فتحه اليوم لاعاده انسانيه الانسان داخل سجل قيمي يحترم في نفس الوقت تاريخيه الانسان وضوابطها المؤسساتيه والقانونيه الموجوده وما نريده من قيم افضل وتنظيمات منشوده مطلوبنا من هذه الاسئله ليس البحث عن اجابات نهائيه وانما التفكير فيها وفقا لتصورات مختلفه تمثل امكانات للنظر وهو امر قد اشرنا له سابقا وذلك باعتبار ان هذه الاجابات لا تعني ضروره ان اننا سنقف عندها وانها اجابات نهائيه وثابته اننا سنحاول التفكير في المساله انطلاقا من وجهات نظر فلسفيه وجدنا صدا لها في تلك النصوص التي سميناها سندات التفكير في المسألة جملة هذه المشاكل يمكن تحديدها وفقا لعلاقات نصوغها كما يلي الأخلاق ثابتة ومطلقة إذا كانت نابعة عن العقل ونتحدث هنا عن أخلاق الواجب تكون متغيرة ونسبية إذا كانت مشروطة إذا كانت مشروطة مرتبطة بالسعادة، السعادة ونعود هنا إلى المفاهيم التي تطرحها المسألة سواء كان اللذة أو المنفعة أو الفضيلة. يمكننا كذلك أن نتعامل مع هذه العلاقة المفهومية وفقا للمفاهيم التي تستدعيها وتجاورها وتطرحها المسألة: السعادة، الحرية، الرفاه. الواجب الفضيلة والخير. إذا كانت التحديدات المفهومية للخير والسعادة قد كشفت عن وجود خيط رابط بين المفهومين، فهل يعني ذلك أننا أمام سهولة وبساطة في تحديد السعادة والمسالك المؤدية لها؟ هل نحن إذا أمام خير السعادة أم السعادة الخير أو سعادة الخير؟ أولاً أخلاق السعادة، السعادة غاية الفعل الأخلاقي. هذا العنوان يشير إلى القول بنسبية الأخلاق، يقوم هذا التصور الذي يجعل من السعادة غاية الفعل الأخلاقي على اعتبار أن الغاية القصوى لكل منظومة أخلاقية هي الخير الأسمى الذي يتوجه إليه الفعل والتفكير، فتكون السعادة في تأمل هذا الخير وتصرف وفقا له ما دامت الخيرات الجزئيه لا قيمه لها الا اذا كانت تحملنا الى الكمال الكمال سواء كان المعرفي الخلقي او الاونتولوجي او الجمالي جعل افلاطون للانسان غايه يتظافر فيها المعرفي والاخلاقي والجمالي والسياسي وهي بلوغ عالم المثل الذي تكتمل داخله الذات فتعي حقيقتها وفضائلها تكون السعاده هذا الشعور بالاكتمال اي الشعور بالتغلب على نواقص العالم الحسي يمكن ان نعود الى تقسيم افلاطون للوجود انطلاقا من الفصل بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات وهو تقسيم يجعل القيم الاخلاقيه من جنسي المعقولات وبالتالي تتعالى عن العالم الحسي عالم الرذيله فعالم المثل كما يقدمه افلاطون هو عالم الحقيقه في ذاتها والخير في ذاته تكون فيه الاشياء مساويه لذاتها وهي الاصل الذي تكون منه النفس اما المحسوسات فانها عالم اشباه الحقائق او النسخ المشوهه من هنا بامكاننا ان نفهم ان تصور افلاطون للاخلاق قد انبنى على منطق المفارقه والتعالي ومن هنا كذلك يمكن ان نفهم ان عالم المعقولات او المثل هو الاصل الذي تكون ضمنه الاشياء مطابقه لذاتها باعتبارها مطلقه وعلميه كالخير في ذاته والفضيله في ذاتها فافلاطون قد وازى بين المعرفه والوجود تتمثل مهمه الفلسفه هنا في البناء النظري للسلوك الخير لان معرفه السلوك الخير تؤدي الى معرفه الخير في ذاته او ما نسميه كذلك او ما يسميه افلاطون كذلك بالخير الاسمى. للدين كذلك مزاعم في توجيه الناس نحو سعاده مطلقه وابديه فيشترط لذلك مقاومه المدنس وطلب المقدس بمحاكاه أفعاله وصفاته. فالفارابي، هنا بإمكاننا أن نأخذ مثالا، قد رسم ملامح وشروط المدينة الفاضلة التي تمثل مقاما لسعادة البشر بحسن تدبير شؤونهم على نحو عادل، وتشبعهم بالفضائل والحكم النظرية والعملية. فما من فيلسوف وهذا ما يمكن أن نلاحظه، ينتهي إلى هذا الأفق المثالي الديني إلا وقد كتب فيما يضمن ويوضح سبل تحصيل السعادة على حد تعبير الفارابي. تجمع جملة هذه التصورات التي تربط الأخلاق بالسعادة على أن الخير الأخلاقي كقيمة عليا ليس مطلوبا لذاته وإنما يطلب ليكون الإنسان سعيدا. يمكن العودة هنا لأبيقور فيلسوف اللذة أو كذلك يمكننا العودة إلى الفلسفة الرواقية في الفلسفة الرواقية يمكن اختزال الأخلاق في مبادئ أساسية أولا لا خير إلا استقامة الإرادة، ثانيا لا شر إلا الرذيلة ثم ما ليس خيرا أو فضيلة فهو على السواء أو الحياد ثم. المرض والموت والفقر والعبودية ليست شرورا بل هي كائنات حيادية ما يمكن أن نستنتجه من الرواقية هو أن المشكل بالنسبة لهذا التيار هو البحث عن تمكين كل إنسان من سعادته الباطنية لذلك تتحدد الرواقية ككيفية أو فن للحياة يتيح للناس أن يعيشوا سعداء حتى إن كانت الظروف غير ملائمة تقوم الرواقية على فكرة أو مبدأ أن الطبيعة يحكمها العقل الكلي وبالتالي ليس على الإنسان أن يغير ما في الطبيعة بل أن يعيش في توافق معها ومن يدرك ذلك يصل إلى درجة الحكمة التي تمكنه من أن يعيش الطمأنينة أو الأتراكسيا هذا المجسم يمكن أن يعطينا صورة عن عن الرواقية بصفة عامة، العيش في توافق مع الطبيعة يعني المعرفة بالطبيعة يؤدي إلى إدراك المبدأ الأخلاقي. الفضيلة بالمعنى الرواقي إذا تعني محاولة تكييف الانفعالات والأهواء والأفعال حتى تتوافق مع قوانين الطبيعة التي هي قوانين العقل أساسا، فالفضيلة تقتضي حفظ الوجود ثم البحث عن ما يمكنه أن يتوافق مع العقل أو الطبيعة إذا رمنا إذا تحديد العلاقة بين اللذة والسعادة يمكن كذلك أن نعود إلى أبيقور هذه العلاقة تتحدد كعلاقة ارتباط عضوي إذ أن اللذة تتحدد بكونها الخير الرئيسي والطبيعي حسب أبيقور السعادة تعني عنده انعدام الألم في الجسم والطمأنينة في النفس أو غياب الاضطراب في النفس اللذة إذا هي المعيار الذي يتحدد من خلاله الخير حسب أبي قور رغم تأكيده على أن اللذة هي مقياس السعادة إلا أنه يرى أنها ليست خيرا مطلقا فكثير من اللذات يمكن أن تكون شرا وسببا في الآلام والاضطرابات لأجل ذلك يطالب أبي قور بالاقتصار على ما هو ضروري ونعرف أن أبي قور يميز بين أنواع من اللذات لذات طبيعية ضرورية لذات طبيعية غير ضرورية ثم لذات غير طبيعية وغير ضرورية يجب أن يكون الإقبال على اللذات مرتبطا بالحكمة والحكمة تعني القدرة على التمييز بين المتع واللذات والإعتدال في الإقبال عليها نتحدث هنا عن سعادة الخير، اللذة هي معيار الخير، والسعيد هو من سلم من ألم الجسد واضطراب النفس. ما يمكن أن نستنتجه عندما نربط بين الأخلاق والسعادة، أن المبحث موضوعه الأساسي هو الأخلاق، في حين أن ما نصل إلى إدراكه أننا في حقيقة الأمر نجيب عن سؤال كيف أكون سعيدا؟ الأخلاق تبحث عن قيمتها خارجها سواء كانت مرتبطة باللذة أو بالمنفعة أو بالفضيلة تبدو السعادة إذا هي الغاية التي لأجلها نبحث عن خلقية الفعل وكأن الأخلاق تطلب شيئا آخر غير الأخلاق، الأخلاق لا يمكن أن تكون مطلقة إذا كانت مشروطة أو محكومة بغاية، فكيف السبيل إلى أخلاق حرة؟ متى يمكن أن نتحدث عن فعل حر؟ هذا ما يدفعنا إلى المرور إلى التصور الثاني أو وجهة النظر الثانية، نتحدث هنا عن الأخلاق. الحرة أو العقل في وجهه الأخلاقي أو الأخلاق اللامشروطة. إن الأخلاق لا تكون مطلقة لحظة ترتبط بغاية ما، وإذا كانت هذه الغاية هي السعادة، فأفعالنا لا تكون أخلاقية إلا ما تستقلت عن الدوافع الخارجية أو إذا تحررت من النوازع الفردية. العودة إلى كانت هنا تبدو ضرورية يميز كانت بين نوعين من الأفعال بحسب الأوامر التي تحكمها أو بحسب الأوامر الصادرة عنه أولا الأمر الشرطي أو ما يمكن تسميته كذلك بالفعل التابع هي مجموع الأوامر التي تعبر عن طلب منفعة ما كأن نقول إذا أردت أن تصل إلى أمر ما فعليك يعني انك لا تطلب الشيء الا اذا كان وراءه منفعه ثم الامر القطعي هو الفعل الحر هو الفعل الحر الذي يرجع الى اوامر العقل بما هو تعبير عن حريه الاراده وعن استقلالها المطلق عن كل الضرورات الخارجيه هو الفعل الذي يبدو متحررا من المنفعه لا نجد فيه تلك الصياغه الاولى اذا اردت فعليك بل يجب عليك. لا يكون الفعل اخلاقيا الا اذا كنا لا ننتظر من ورائه منفعه. الاخلاق عند كانت رهينه تحرر الفعل من كل اشتراط خارجي منفعي، فهذه الاخلاقيه لا ينبغي ان ترتبط بطلب السعاده والا فسدت لأن اشتراط السعادة في الفعل الأخلاقي تمنع حريته، لا يكون الفعل أخلاقيا إلا متى كان حرا، الفعل الأخلاقي كما يتصوره كانت لا يجعلنا نكون سعداء بل إنه يجعلنا أو يدفعنا إلى أن نكون جديرين بالسعادة، ثم إنه لا يضمن لنا السعادة وإنما يوجهنا صوب ما ينبغي علينا فعله لنضمن السعادة. يعني ذلك ان نتصرف وفقا للمبدا الاخلاقي بقطع النظر ان جلب لنا السعاده او الشقاء السعاده اذا كما يتصورها كانت هي الشعور بالرضا وهو ما يجعل الخير ياخذ خاصيه اخلاقيه مطلقه يقول كانت ان مفهوم الخير الاسمى ككل كامل إنه كامل بذاته ينفي كانت ربط الفعل الأخلاقي بغاية أو منفعة ولذلك فإن السعادة لا يمكن أن تكون غاية الفعل الأخلاقي يقول كانت شيئان يملأان النفس إعجابا وإجلالا السماء المرصعة بالنجوم من فوقي والواجب الأخلاقي بداخلي هذا الكلام كتبها أو هذه العبارات كتبها كانت في نقد العقل العملي وأوصى بأن تكتب فيما بعد على قبره السعادة إذا ليست النتيجة المترتبة عن الأخلاق هذا ما يمكن استنتاجه أولا تتحول السعادة من رهان للوجود الذي يتحقق بفضل الفضيلة إلى رهان جدارة كيف أكون جديرا بالسعادة رهنية مشكل السعادة أو ما يمكن تسميته كذلك بالسعاده في المجتمع الاستهلاكي تجاوزت الدراسات الانتروبولوجيه المعاصره التصور الذي يقر بوجود طبيعه بشريه ثابته يمكننا العوده هنا الى الشخصيه القاعديه كما يبينها سيغموند فرويد التي تتكون في الخمس سنوات الاولى من حياه الانسان وهي التي تؤثر فيما بعد على نمط سلوكه وبنيته الأخلاقية. تؤكد الدراسات الأنتروبولوجية على خلاف ذلك أن مختلف سلوكات الإنسان وأفعاله تكتسب من واقعه الاجتماعي والتاريخي. ضمن هذه المقاربة يطرح بودريار مشكل السعادة لنكون أمام السعادة كمسألة تطرح في سياق الظروف الاجتماعية والتاريخية التي أفرزها نمط الإنتاج الرأسمالي تصبح السعادة من هذه الزاوية موضوعا للعبة الإشهارية الإعلامية التي تدعو إلى الرفاه الاستهلاكي هذا أمر يمكن أن نعود به إلى ما وقفنا عنده في مشكل اليوم في السنة الثالثة إنها وسيلة أيديولوجية نافعة للتحكم في إرادة الإنسان وتوجيهها بمشاريع السلطة الرأسمالية التي تدعو إلى الاستهلاك أكثر لتوفير ربح أكثر. يعتبر بودريار السعادة إجراءً أيديولوجياً للهيمنة المعاصرة أو ما يسميه بإيديولوجيا الرفاه. تسوق وسائل الإعلام الرأسمالية لدلالة جديدة لمفهوم السعادة ترتبط بجملة القيم التي يستند عليها المجتمع الاستهلاكي مثل الفردانية والنجاعة والمردودية، يقول بودريار إن أسطورة السعادة هي التي تحتضن في المجتمعات أسطورة المساواة وتجسدها، الحديث إذن عن ترابط بين السعادة والمساواة في المجتمعات الاستهلاكية يدفعنا إلى القول بأن السعادة هي مجرد شعار إيديولوجي يستغله السياسي ليروجه حتى يتمكن من إخفاء واقع المساواة والوفوارق الطبيعية إنه واقع بؤس وانعدام العدالة والمساواة إن مطلب السعادة إذا في المجتمعات الاستهلاكية يبدو مجرد وهم يوجه الإنسانية صوب أشياء لا تتحقق واقعيا، فتلهيهم عن طلب ممكنات للسعادة واقعيا. يقول بودريار: تتأسس السعادة على مبادئ الفردانية المدعمة بلائحة حقوق الإنسان والمواطن التي تعترف صراحة لكل فرد بالحق في السعادة. يمكن أن نتحدث هنا عن وهم السعادة. أخيرا أو العنصر الأخير يمكن أن نعود إلى مشكل السعادة ما بعد العولمة أو ما بعد الرفاه. التأسيس الفلسفي للمعرفة أو الفعل مرتبط بنظرة للوجود على المستوى الميتافيزيقي ثم تصور للطبيعة على المستوى العلمي. ضرورة إذا بناء الإنسان لذاته أو لفعله، هذا الأمر يقودنا إلى القول بضرورة تغيير الباراديغمات وما يتبعه من فهم جديد للطبيعة وللإنسان كذلك. هل ينسحب هذا الأمر على النمذجة العلمية من جهة تغيير فهم الإنسان للطبيعة؟ هل تبع ذلك إنشاء جديد وبناء تصور لإنسان يرافق هذه الباراديغمات الجديدة؟ هل دخلت الانسانيه فعلا الى عصر النمذجه او هذا التصور العلمي الذي افلت من الدغمائيه والانشداد الى اليقين والثبات نحو الانفتاح واللامحدوديه على المستوى المعرفي وعلى مستوى الفعل كذلك هل غادرنا الباراديغمات السابقه كما فعل العلم نحو التاسيس لانسان ام انها مجرد بدايات للتشكل لم تكتمل بعد كفكره الهويه المركبه لدى ادغار موران هل كانت القيم الاخلاقيه او التاسيس للقيم متماشيه مع هذه القفزه النوعيه للعلم كيف ننظر الى الاخلاق في عصر النمذجه قد لا يعد ذلك ان يكون سوى مطالبه للعلم بالانسجام مع القيم او البحث عن نوع من المصالحه بين العلم والقيم وبين الانسان اليس من المفترض بالنسبه لانسان اليوم ان ينسجم مع واقع العلم حتى نتمكن من بناء فهم ومعنى وتصور قد يكون اكثر قربا من العصر الذي نعيشه بدلا من شد العلم الى رؤى اخلاقيه تجاوزها وقد ينتهي من الارتباط بها في لحظه تاريخيه معينه هذا العلم الذي يبحث عن المتناهي من المعرفه الا يحتاج الانسان الى المراهنه على اللحاق به بدلا من محاسبته بقيم واخلاق يبدو انه قد سبقها وتجاوزها كذلك ضمن هذه الجدليه التي تطرحها الاخلاق على العلم هل بقيت الانسانيه تبحث فعلا عن التلازم بين الخير والسعاده او التعارض بينهما هل ان ما كنا نعتقده بديلا للرفاه قد بقي بديلا فعلا وفول مفهوم العولمه والاحاديه القطبيه وثقافه نهايه التاريخ قد انهاها التاريخ ذاته فالعالم الذي تحكمه المحاور السياسيه والمركب سياسيا واقتصاديا وثقافيا قد تجاوز فكره العولمه وبذلك يعلن موت العولمه اذا كان ذلك فمن يشرع للاخلاق في العالم اليوم او ما يسميه الان دونو بعصر التفاهه أو العالم الذي تحاصره الشعبوية من كل اتجاه هذا العالم الذي اجتاحته التقنية وصار مكانا للشركات الباحثة عن النجاعة في الفعل من خلال إنشاء نماذج لما يمكن أن تكون عليه الأخلاق أو الفعل الأخلاقي وفقا لأهداف محددة سلفا وتدفع أموالا لأشخاص يسمون بالمؤثرين أو الفاعلين وهم يحددون ما ينبغي أن يكون عليه الأشخاص فيما بعد مهمه هذه النماذج اذا هي التسويق للتفاهه عبر وسائط التواصل في الواقع الافتراضي قد نحتاج لهابرماس من جديد لبناء عقلانيه جديده للفعل التواصلي كبديل لما مثله هو ذاته بديلا لما لم نجده اساسا ان الافتراضي من خلال شبكاته المختلفه لم ينتج قيما اخلاقيه فحسب بل انه يسجننا داخل رؤية قد تم تحديدها سلفا. هل من معنى إذا للحرية اليوم كشرط للفعل الأخلاقي؟ هذه الشبكات مهمتها الأساسية هي أن تجعلنا سجناء داخل أنفسنا بتحديد ميولاتنا منذ البداية ثم هي تحملنا إلى رؤية ما تريدنا أن نراه من أخبار أو معارف. او قيم لا تسمح بالانفتاح اكثر مما هو محدد سلفا الا يكون الانتباه الى هذه التحولات هو ما يجب على الانسانيه ان تفهمه اليوم هذا الامر يدفعنا الى التساؤل اي انسان نريده اي انسان نبحث عنه اذا كنا نبحث عنه فمعنى ذلك اننا نطلبه وما نطلبه وكانه لا يوجد واقعيا وكانه مطمح لنا شكرا على المتابعه القاكم وانتم متفوقون